أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أنزل كتابه المبين وجعله هدى للمتقين. ونبتدئ الحديث بعون الله وتوفيقه في الحديث عن سورة البقرة. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة من كتاب الله عز وجل، ونتحدث عن جزء من سورة البقرة في هذه الدروس الباقية. لعلنا إن شاء الله تعالى في خلال هذه الدروس نختصر ما أمكن، لأن الوقت ربما يضيق عن البيان التام، لكنني اجتهد بإذن الله تعالى على التركيز على الجوانب التي تعزز في نفوسنا الإيمان والعلم والعمل بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، سورة البقرة سورة عظيمة أنزلها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وقد استغرق نزولها 10 سنوات، 10 سنوات من أول الهجرة إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما هو نزل في أول الهجرة، ومنها آخر ما نزل من القرآن، وهو آيات الربا والمداينات. أولاً أيها الأحبة، لعلنا نتحدث عن فضل هذه السورة. السورة سورة البقرة جاء في فضلها عدة أحاديث وآثار، منها ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله والإمام أحمد عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. هاتان السورتان تقدمان أهل القرآن يوم القيامة، وما ذلك إلا لفضلهما. وأخرج الإمام أحمد الدارمي وغيرهما بسند صحيح عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة، أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما هما الزهراوان يجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تجادلان عن صاحبهما. وأخرج مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وأخرج الترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وهي وفيها آية هي سيدة آية القرآن، آية الكرسي. وإن كان هذا الحديث روي مرفوعاً وروي موقوفاً. بعد هذا الفضل وهذا البيان في مكانة هذه السورة أيها الإخوة، لعلنا نقف وقفة وإن طالت قليلاً مع مقصد هذه السورة العظيمة. وإذا فهمنا مقصدها فإننا سنلم بإذن الله تعالى بمعانيها عموماً وشمولها وارتباط آياتها ببعض. إنكم تعجبون أيها الإخوة أن تكون هذه السورة بطولها
وتعدد موضوعاتها والقضايا التي عرضت فيها، كيف يمكن أن تجمع في غرض واحد عظيم؟ وكيف أننا نستطيع بإذن الله تعالى أن نلحظ أنها تنساق بخيط واحد من أولها إلى آخرها لتحقيق هذا الغرض المهم؟ تأملوا معي أيها الأحبة، ذكرت قبل قليل أنها نزلت في المرحلة المدنية في 10 سنوات، وقد تعلمها عمر بن الخطاب في 12 سنة، ولما انتهى من تعلمها نحر جزورا، وما ذلك إلا لعظم هذه السورة. وتعلمها ابنه في 10 سنوات، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا يدل على عناية السلف بهذه السورة وعظمها. هذه السورة أيها الإخوة ما استغرقت هذه السنين العشر إلا لغرض عظيم، وهو أنها في إعداد الأمة لحمل هذه الأمانة، أمانة الدين والشريعة، وفي حملها وتبليغ في حملها وامتثالها وتبليغها، هي في إعداد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في حمل أمانة الدين وتكليفها بالشريعة وتبليغها، تكليفها بالشريعة وتبليغها. هذه باختصار ما يمكن أن نقول أنه عمدة السورة ومقصدها، إعداد أمة الإسلام لحمل أمانة الدين وتكليفها بالشريعة وتبليغها. لاحظوا معي أيها الأحبة أن هذه السورة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو في بيان أصول الإيمان والعلم، في بيان أصول الإيمان والعلم، وهو من الآية الأولى حتى الآية 176. هذا الجزء الأول يمثل الأساس والقاعدة العلمية، وهو الذي فيه تهيئة النفوس لهذه الأمانة العظيمة. وهو ركز هذا القسم على الحديث عن القرآن، فافتتحه بألف لام ميم، واختتم هذا القسم بقوله: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، إثبات بعد بيان بأن هذا القرآن حق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فبالكتاب افتتح هذا القسم، وبالكتاب أيضا اختتم. وهذا القسم أيها الأحبة يعتبر كالتمهيد والإعداد للمؤمنين الذين سيتلقون أمانة الله وشريعته، فيكونون على قاعدة إيمانية صلبة ثابتة ينطلقون فيها منها في تلقي التشريع بالامتثال الكامل، وهو منهج تربوي عظيم أن يؤسس الإنسان في ما يمكن أن يربي عليه، يؤسس تأسيسا عظيما ثم ينطلق فيما يريد تحقيقه. ولعلنا نستعرض هذا القسم أيها الإخوة استعراضا سريعا، فأنتم تلحظون أنها افتتحت أولا بالإشارة بالقرآن وبيان كماله من عدة وجوه، ثم تحدثت السورة عن أصناف الناس مع هذا القرآن، فافتتحت الحديث عنهم بالمؤمنين وصفاتهم، ثم بالكافرين وصفاتهم، ثم بالمنافقين وصفاتهم، وأطالت الحديث عنهم. ثم بعد ذلك جاء الخطاب، جمع هؤلاء الطوائف كلها بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني بعد أن ذكر القرآن وأصناف الناس فيه دعاهم جميعا إلى عبادة الله وحده، وأثبت ذلك بالأدلة والبراهين، وأثبت حق نزول القرآن وأنه من عند الله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكر ما آل إليه المعارضون من الكافرين من أهل الكتاب، وسعيهم إلى التشكيك بالقرآن حين قالوا: كيف يضرب بهذا القرآن العظيم، كلام الله، يضرب به الذباب مثلا والعنكبوت مثلا؟ فكأنهم أرادوا أن يوقعوا الشبه في هذا القرآن، فبرأه الله تعالى. ثم جاءت بعد ذلك أيها الأخوة قصة آدم. قصة آدم تمثل ماذا؟ تمثل أصل الهداية التي استمرت في الرسل إلى يوم القيامة. ولذلك جاءت في قصة آدم قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فكأن هذه الأمة المحمدية
يشار إليها بأنكم تستخلفون آدم في هذه الأرض، وأنكم ترثون ما كلف به وهو الهداية. في آخر قصة آدم قال: قلنا اهبطا منها جميعا، اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه هي النقطة التي افتتحت بها السورة في قوله هدى للمتقين، فانظروا كيف وصل هذه الهداية. ثم بعد ذلك جاءت قصة بني إسرائيل وأطال الحديث فيها. لماذا؟ لأن بني إسرائيل أيها الأحبة هم الأمة المستخلفة قبل هذه الأمة، هم الذين منحوا شرف الخلافة ومنحوا شرف التشريع والأمانة الدين، لكنهم كذبوا وعصوا وعاندوا وعصوا رسلهم وشددوا على أنفسهم. جاء الحديث عنهم في دعوتهم بالتذكير لهم بنعمة الله عز وجل في 3 آيات أعادها الله عليهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهو يخاطب اليهود في المدينة حتى لا يكفروا ولا تكونوا أول كافر به، أي بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أبوا وعصوا واستكبروا كما استكبروا وعتوا وكذبوا رسلهم، فقال الله عنهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. ثم الله عز وجل بينهم وجل صفاتهم وطبائعهم ليحذر المؤمنون وليكونوا على يقظة وليكونوا على حذر من مشابهاتهم. ثم جاءت قصة البقرة التي سنتحدث عنها إشارة إلى ما كان من حالهم مع أوامر الله. كيف حالهم مع أوامر الله؟ كان حالهم مع أوامر الله الاستهزاء والسخرية وعدم الاستجابة والتردد والتعنت والتشدد، فهذه حالهم. فكأن الله تعالى يحذر هذه الأمة أن تكونوا مثل بني إسرائيل في تلقي أوامر الله. احذروا أن تكونوا مثلهم، لا تقولوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فلذلك سميت السورة بالبقرة، وهذا سر تسميتها، ولعلنا نبينه بإذن الله إذا وصلنا الحديث عنها. ثم بعد ذلك جاء الحديث عن إبراهيم عليه السلام، وهو الأصل الثاني الذي ترجع إليه الأمم، والذي جعله الله خليفة وإماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فهو يذكر هذه الأمة أنكم يا أمة محمد أنتم الوارثون لإبراهيم حين تكونون على أمر الله عز وجل، ففي ذلك شرف عظيم وتذكير بعظم الأمانة وما حفها الله تعالى بها من تكليف. ولذلك ارتبط ذكر إسماعيل بإبراهيم في هذه السورة. لماذا؟ لأن هذه الأمة هي الأمة الوحيدة التي كانت من سلالة إبراهيم وإسماعيل، أما أمم بني إسرائيل فكانت من سلالة إسحاق ومن إبراهيم عليه السلام. ولذلك جاء ذكر الأمة في قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ثم بعد ذلك أيها الأحبة جاء ذكر ماذا؟ جاء ذكر القبلة التي كأنها شرف هذه الأمة، ميزها الله تعالى به. فكأن الله قال لهذه الأمة: قد منحتكم قبلة إبراهيم وقبلة الأنبياء من بعده. فإشارة لأن الله شرف هذه الأمة بالأمانة، ولا شك أن الله حين ورثها أو كلفها وشرفها بالقبلة وحولها إليها قبلة إبراهيم، ذلك تكليف. ولذلك قال الله في هذه الآيات في آيات القبلة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم جاءت آيات القبلة وما تبعها إلى أن ختمت الآيات بقوله: بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هذا القسم كله تمهيد لهذه الأمة وتهيئة لأن تتلقى أوامر الله تعالى بتعظيم واهتمام بالغ
وحذر من أن تشابه بني إسرائيل. ثم جاء القسم الثاني أيها الأحبة، وهو في تفصيل في تكليف هذه الأمة بالشرائع، تكليف هذه الأمة بالشرائع، وابتدأ من آية 177 إلى آخر السورة، ولعلنا نستعرض هذا استعراضا سريعا. فهذا يمثل القاعدة العملية والتفصيلية. ولو تأملنا في هذا القسم أيها الأخوة، القسم الثاني، وجدناه يرتكز على بناء الأصول، الأصول وحفظ الضرورات الخمس، حفظ الضرورات الخمس. تأملوا معي أيها الأحبة أنه جاء في حفظ الدين آيات الصيام وآيات الحج وليس البر أن تولوا وجوهكم وغيرها من الآيات، ثم جاء حفظ النفس وهو الضرورة الثانية والمهمة في قوله تعالى في آيات القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. وتأملوا كيف افتتح الله تعالى آيات الأحكام بآيات القصاص، لأن حفظ الأمن هو سبب لإقامة الشريعة. ثم جاء حفظ العقل في آيات الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر. ثم جاء حفظ النسل في آيات النكاح والطلاق: ولا تنكحوا المشركات، إلى آخرها. ثم جاء حفظ المال في آيات الإنفاق وآيات الربا وآيات المداينات. انظروا كيف جاء التشريع بهذا الترتيب. والعجيب أيها الأخوة أن سورة البقرة تضمنت الأحكام التي اتفقت الأديان على أصولها، هذه مسألة مهمة. سورة البقرة اشتملت على الأحكام التي اتفقت الأديان على أصولها، لكنه خالف فيها أهل الكتاب أو شددوا فيها على أنفسهم وحرفوا فيها وعطلوا، فجاء الله عز وجل بتكميلها وتصحيحها وتخفيفها لأمة الإسلام. ولذلك تلحظون أن في خلال آيات البقرة جاء الإشارة للتخفيف والتيسير: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في آيات الصيام أيضا إشارة لذلك. كل ذلك إشارة إلى أن الله عز وجل يشعرنا بهذه الأمة أن الله أراد بنا الرحمة وكلفنا بالشريعة السمحاء على أكمل وجه وأيسر ما كان. وأيضا أيها الأحبة، هذه الأحكام في السورة ركزت على الأحكام التي فيها إصلاح المجتمع المسلم، وذلك لأنها نزلت في بداية تأسيس الدولة الإسلامية النبوية وبناء نظامها الأساس، وهي الأحكام المتعلقة بالضرورات الخمس كما ذكرت. ولذلك أطال الله تعالى فيها بأحكام الطلاق وأحكام الأسرة. وأنك إنكم لتعجبون أيها الأخوة كيف أطال الله تعالى بذكر أحكام الطلاق ولم يكون ذلك لأحكام الصلاة. هذا سؤال مهم جدا، لماذا الله عز وجل فصل في أحكام الطلاق وذكرها بأحكام دقيقة ولم يفصل في أحكام الصلاة؟ ذلك لسر عظيم أيها الأخوة، وهي أن الأحكام المتعلقة بالعبادات بين الله وبين العباد مبنية على المسامحة، والله غفور رحيم، والله تعالى أسندها أو أوكل بيانها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المعاملات والحقوق التي منها حقوق الأسر وحقوق الأسرية والزوجية هذه والمالية، هذه مما جبلت النفوس على المشاحة فيها والنزاع والخلاف والعدوان والظلم، فتولاها الله عز وجل برحمته بنفسه، حتى لا يقول قائل لم أجدها في كتاب الله تعالى، لأنها مظنة الخلاف والنزاع والظلم والعدوان أنزلها الله تعالى وبينها بنفسه، لتعظم في نفوس الناس وليعلم الناس عظمها وعظم من خالف ذلك في أمر الله تعالى. فهذا سر التطويل في آيات الطلاق وآيات المواريث وآيات الأموال في هذه السورة وغيرها. جمع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذان المقصدان، أصول العلم والعمل، في هذه السورة في كلام نفيس قال: وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه سورة البقرة من أصول العلم وقواعد الدين. أصول العلم في العقيدة والإيمان وقواعد الدين في الشريعة. تأملوا أيها الأخوة كيف جاءت في خلال آيات، في خلال التشريعات جاءت آية الكرسي، فما مناسبتها؟ وجاءت آيات القتال: كتب عليكم القتال، فما مناسبتها؟
أما آية الكرسي أيها الإخوة، فلأن هذه الأحكام التشريعية عظيمة لا يستطيع أن يحملها ويقوم بها إلا من ثقل قلبه بالإيمان والتعظيم لله عز وجل. فلذلك جاءت آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل لترسخ في قلوب المؤمنين الإيمان والتعظيم لله عز وجل، فتكون باعثا لهم على الانقياد والامتثال لهذه الأحكام. فما أعظم رحمة الله عز وجل أيها الإخوة أن أعاننا على تحمل هذه الأعباء بترسيخ الإيمان في قلوبنا. ولذلك هذا سر أيها الإخوة قراءة مشروعية قراءة آية الكرسي في دبر كل صلاة. لماذا؟ لماذا نقرأها؟ ولماذا نقرأ في دبر كل صلاة الإخلاص والمعوذتين؟ هذه مسألة مهمة ينبغي أن نعيها أيها الإخوة، لأن هذه الآية تجدد في قلوبنا الإيمان والإخلاص والاعتصام بالله عز وجل. ففي كل وقت نجدد الإيمان ونجدد العبودية بالفاتحة، ونجدد الإخلاص بسورة الإخلاص، ونجدد الاعتماد على الله بالمعوذتين. أرأيتم كيف التوحيد يتجدد في قلب المؤمن في كل صلاة؟ هذا سر وهذا معنى يغفل عنه كثير من الناس وهو يقرأ هذه السور في دبر كل صلاة. يجب أن نستحضره أيها الإخوة ليزيدنا إيمانا وعبودية وإخلاصا. تجدون أيها الإخوة في هذه السورة أن الله تعالى أن السورة ركزت على جانب التقوى تركيزا كبيرا. فقد أحصيت المواضع التي وردت في التذكير بالتقوى فبلغت 35 موضعا، 35 موضعا في التذكير بالتقوى بصيغ مختلفة مدمجة لآيات الإيمان وآيات الأحكام وغيرها. لماذا كل ذلك أيها الإخوة؟ لأن التقوى كما قال بعضهم الحارس، هي الحارس اليقظ في داخل الضمائر التي تبعث النفس على تعظيم هذه الأوامر والتقيد بها، تتقي الله عز وجل في امتثالها. ثم انظروا أيها الإخوة كيف ختمت السورة وبماذا ختمت. ختمت أيها الأحبة بشهادة الله عز وجل لهذه الأمة، يعني بعد أن كلفهم بهذه التكاليف وبه هذه الأوامر وشرفهم بهذه الأمانة فاستجابوا وآمنوا وامتثلوا وسمعوا، الله سبحانه وتعالى شهد لهم بالإيمان وشهد لهم بأنهم استجابوا في آخر السورة، فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ثم قال الله عز وجل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا إيش؟ وقالوا سمعنا وأطعنا، لم يكونوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا. فهذه شهادة الله لهذه الأمة كرامة لها، فما أعظمها من شهادة. الله عز وجل أيها الإخوة افتتح هذه السورة بالحروف المقطعة، وهنا فائدة ذكرها ابن كثير رحمه الله، وهي أن كل السور التي افتتح الله بالحروف المقطعة تضمنت الانتصار للقرآن والإشارة إليه إلا سورتين أو ثلاث، ومع ذلك هذا ثاني السورتان ذكر فيهما الإشارة للقرآن، لكن هذا استقراء جيد. افتتح الله تعالى الحديث بعد ذلك، أشار الله تعالى بعد هذا الافتتاح الذي يشير إلى تحدي العرب بالقرآن الكريم، فمجمل أقوال المفسرين في الحروف المقطعة أنها لبيان إعجاز القرآن وأنه مؤلف من هذه الحروف التي نتحدث بها ونتكلم بها فيها إعجاز. ثم ذكر الله تعالى في الآية الأولى الثناء على القرآن، وهذه الآية هي أعظم آية تضمنت الثناء على القرآن في كتاب الله عز وجل. أعظم آية تضمنت الحديث عن القرآن وبيان كماله هذه الآية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتأملوا معي أيها الأحبة الصفات الأربع التي تضمنت هذه الآية فيها كمال القرآن. أولا قال الله عز وجل ذلك، وذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ بعد، إذا قلت ذلك الرجل يعني بعد مكانته في الرجولة،
ولله ولكلامه المثل الأعلى، فقل ذلك الكتاب يعني ذلك الكتاب الذي قد بلغ منزلة عالية فهو كامل في منزلته، هذه الصفة الوصف الأول، كامل في منزلته فهو أعلى الكتب وأعظمها. ثم قال ذلك الكتاب، ولم يقل ذلك كتاب، ولم يقل ذلك القرآن، قال ذلك الكتاب بمعنى أي استغرق جميع معاني الكتاب وتضمن في مضمونه جميع ما في الكتب كلها، لأن الألف واللام كما تعلمون للاستغراق، كما قلت لكم في الدرس الماضي ذلك الرجل أو هذا الرجل يعني الذي استغرق صفات الرجولة، فقولنا الكتاب استغرق معاني الكتاب كله، وكما ذكرت لكم أن هذا القرآن جمع الله تعالى فيه جميع الكتب كلها، فهذه الصفة الثانية وهي كمال مضمونه، كمال مضمونه. الصفة الثالثة في قوله لا ريب فيه، أي لا نقص ولا ريب ولا خلل ولا أمر من أمور النقص، من أمور النقص والخلل فيه، وعبر بالريب دون الشك لأن الريب يشمل الشك وأقل، فليس فيه أدنى ريب واضطراب وليس فيه أدنى نقص من أي ناحية من نواحي النقص، فهذا دال على الوصف الثالث وهو كمال سلامته من النقص، كمال سلامته ومضمونه من النقص. الوصف الثالث كمال مقصده في قوله تعالى هدى للمتقين، هدى للمتقين، فمقصده هو الهداية، فهذا دليل على كمال المقصد، فدلت هذه الآية أيها الأخوة على كمال القرآن من أربعة وجوه. وقوله هدى للمتقين ولم يقل هدى للمؤمنين، لأنه هنا يشير إلى المنتفعين بالقرآن. من هم المنتفعون بالقرآن؟ المنتفعون بالقرآن هم الذين تحلوا بالتقوى، والتقوى هي تجمع أمرين، الأمر الأول هي التخلي عن الموانع، والأمر الثاني هي التحلي بالأسباب الباعثة على الانتفاع. تأملوا هذا جيدا أيها الإخوة، التقوى تشتمل على أمرين عظيمين، التخلي عن الموانع والتحلي بالأسباب الجالبة الباعثة على الانتفاع، فمن حقق هذين الوصفين، هذان الوصفان حققهما تحقيقا صادقا فإنه سيحقق كمال التقوى، كمال الهدى. فحينما ما هي أسباب الموانع؟ الموانع هي التكذيب والكفر والإعراض والرياء والغفلة، عدم التصديق وغير ذلك، كل ما يمنع من الانتفاع فهو داخل في هذا الباب. وما هي الأسباب الباعثة؟ التصديق والإقبال وحضور القلب والإيمان والرغبة وغير ذلك، كل ذلك داخل في هذا المعنى، فتأملوا هذا جيدا بارك الله فيكم. ثم قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فتأملوا أيها الإخوة، هذا وصف من؟ وصف المتقين. المتقون هم الذين آمنوا بالغيب وقاموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه ليست هي الصفات تحقيق التقوى، وإنما صفات من حقق التقوى امتثل هذه الأعمال. فالله عز وجل بيّن في صفات المتقين الذين يحقق المنتفعين المتقين المنتفعين بالقرآن هم الذين حققوا هذه الصفات. فانظر يا رعاك الله، وانظري أيتها الأخت المسلمة، هذه الصفات صفات من حقق كمال التقوى أو صفات من حقق كمال الاهتداء بالقرآن. فلننظر ما هي أيها الإخوة. قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، والغيب هو كل ما أخبر الله عز وجل عنه ورسوله مما لا ندركه في عقولنا. ومن الغيب ربنا عز وجل
الذي نؤمن به ولم نره، فهو من الغيب، ومن الغيب الملائكة، ومن الغيب علوم علم الآخرة وأحوال الآخرة، ومن الغيب ما لم يطلعنا الله عز وجل عليه أو لم يطلع أحدا من خلقه وقد أخبرنا به. فمن حقق الإيمان بهذا الغيب تحقيقا صادقا فإنه قد اهتدى بكتاب الله عز وجل وهو أهل للانتفاع. فلذلك افتتح الله تعالى الصفات بالإيمان ولم يقل آمنوا، قال يؤمنون بالغيب، أي أن ذلك أمر متجدد في نفوسهم مستمر فيهم. وهنا مسألة، لماذا افتتح الله تعالى الصفات بالإيمان بالغيب ولم يقل الذين يؤمنون بالله؟ هذا الافتتاح مناسب أيها الإخوة لأحوال العرب الذين آمنوا ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن من غير علم سابق. ولذلك أشار للقسم الثاني وهم أهل الكتاب الذين آمنوا من أهل الكتاب، قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فكأن الآية تضمنت طائفتين، الطائفة الأولى الذين آمنوا من العرب، أي آمنوا بالغيب من غير علم سابق، فلم يكن عندهم علم من الكتاب سابق. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي من أهل الكتاب الذين سبق لهم كتاب الله عز وجل بما أنزله على رسلهم. فاشتملت الآية الطائفتين، وإنما ذكر الله تعالى الطائفتين ليكون ذلك باعثاً للعرب وباعثاً لأهل الكتاب أن يؤمنوا، كأن الله تعالى يقول يا أهل الكتاب أنتم مذكورون، أثنى الله عليكم في هذا القرآن، فآمنوا وصدقوا. فما أعظم هذا المعنى حينما نتأمله. ثم قال الله عز وجل يقيمون الصلاة، ما قال يصلون، لأن الإقامة الصلاة أيها الأخوة القيام بالشيء هو أداؤه على أكمل وجه. فإذا قلت إنسان قائم يعني معتدل تمام الاعتدال، فحينما يؤدي الإنسان صلاته باعتدال وإقامة تامة بأركانها وواجباتها وشروطها وسننها، فذلك الذي قام بالصلاة حق القيام. ثم قال الله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، لاحظ أنه قال مما رزقناهم، كأنهم آمنوا واعترفوا بأن هذا رزق الله عز وجل فأنفقوا منه. والإنسان أيها الإخوة حينما ينفق المال وهو يستشعر أن هذا مال الله وأن هذا من رزق الله وليس لي فيه فضل، فذلك أعظم في صدقته ولا شك، أعظم من الذي يستشعر أن هذا فضل منه على ذلك الفقير أو على ذلك المحتاج. فلنستشعر هذا المعنى الدقيق أيها الإخوة، أن الإنسان وهو ينفق وهو يتصدق يقول ليس لي من ماله هذا شيئا إلا مما أتاني الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله أنفقوا مما آتاكم، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. نعم. ثم قال هنا ينفقون ولم يقل ينفقون من أموالهم، فماذا يدل عليه هذا الإطلاق دون التقييد؟ ذكر شيخ الإسلام معنى لطيف أيها الإخوة ينبغي أن نستحضره، قال يدخل في هذه الآية جميع أنواع الإنفاق ومن أعظمه إنفاق العلم وبذله. فأعظم ما ينفقه الإنسان هو نشر العلم والدعوة إلى الله وبذل الخير للناس، ويدخل فيه أيضا الأموال، لكن أعظم الإنفاق مما رزقك الله مما مكنك الله منه في ذلك كله. فيدخل في ذلك المساهمة في وجوه الخير، في جمعيات البر وجمعيات تحفيظ القرآن والدعوة إلى الله والجاليات، وهذا فضل الله واسع. ثم قال الله عز وجل الذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك، هذا إشارة إلى المؤمنين من أهل الكتاب. ثم وما أنزل وهم وبالآخرة هم يوقنون، ختم الله عز وجل الصفات بقوله باليقين بالآخرة لأنه افتتحها بالإيمان بالغيب. فاشتملت الآيات على ثلاثة أمور: الإيمان بالغيب ابتداء، ثم عملا، ثم جزاء. لاحظوا يؤمنون بالإيمان الكامل من حيث إيمانهم الابتداء بالله عز وجل وبما يلزم ذلك، ثم العمل قامت الصلاة وإيتاء الزكاة. وإنما خص هذين العملين
لأنهما أساس الأعمال المالية البدنية والمالية، أساس الأعمال البدنية والمالية، فالصلاة تشير إلى الأعمال البدنية، والزكاة أو الإنفاق تشير إلى الأعمال المالية، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم في هذا. ثم ختم الله تعالى الآيات بقوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تأملوا يا إخواني الكرام هذا الختام العظيم، قال الله عز وجل أولئك، فهم في درجة رفيعة قد حققوا الهدى، كمال الهدى، لأنه قال قبل ذلك هدى للمتقين. من هم الذين يحققون الكمال؟ هؤلاء الذين هم صفاتهم. ثم بيّن الله جزاءهم فقال أولئك على هدى، فقوله على أي تمكنوا من الهدى تمكنا كاملا، فعلى تفيد التمكن، والإشارة بالبعد أولئك إشارة للبعيد تدل على بعد منزلتهم في الهدى. ثم قال من ربهم، أضاف الهدى من ربهم تشريفا وتكريما منه سبحانه وتعالى. ثم بيّن أنهم المفلحون، والفلاح هو الفوز التام والظفر بالفوز التام في الدنيا بالسعادة والتوفيق والعون من الله وغير ذلك، وفي الآخرة برضوان الله تعالى وجنته. فانظروا يا إخواني كيف حازت هذه الآيات كمال صفات المؤمنين المهتدين بالقرآن، نسأل الله أن يجعلنا من المهتدين، نسأل الله التوفيق لنا ولكم والتحقيق العبودية التامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.